قال الجماهير اللي سندتنا كنسكروها مزيان، وخاصه كنوجهوا الشكر للجماهير المصريه والجزائريه. ورساله كنوجهها للمصريين والجزائريين وام خوتنا، ومعانا الاخ مصري وبيشجع المغرب وبيشجع الجزائر. دابا ندخلوا نشجعوا دابا المنتخب الجزائري، حنا خاوه خاوه. كنشكرهم بزاف الجمهور العربي كله ساندنا اليوم في هذا اللقاء، فزنا وكسرنا العقده تاع جنوب افريقيا. كنشكروا الجزائريين، التوانسه، الموريتانيين، المصريين، شعب بكل صراحه يعني قمه في الروح الرياضيه. كنشكرهم بزاف. الكل كان يندد من اجل علامه واحده وهي العب المغرب العب المغرب. نشكر اخواننا التونسيين، جزائريين، مصريين، موريتانيين على هذا الكسر الحاجز الذي كسرناه امام جنوب افريقيا. الجمهور المغربي والمصري والجزائري احنا ديما اخوه وشعب واحد، رغم عنف الكل غنبقاو خوت وغنبقاو حباب وصحاب وخوت، وديما مصر وديما مغرب. بلاك الثانية مصر، بلاك الثانية، وانا مصري وبقول لك المغرب هتاخد البطولة باذن الله. الكاس ديال المغرب، والكاس ديال المغرب، كاس مغربي.